ايه الاخبار جماعه؟ اخيرا في حد سرب لنا سر المايونيز بتاع هاينز، وطبعا بما انه مقاطعه ومفيش حد مش بيحب مايونيز هاينز، جماعه انتوا هتتصدموا لما تعرفوا ان المايونيز بيتعمل بالطريقه دي. ثلاث مكونات بس، زيت وبيض وليمون، بيتعمل بيهم صوص المايونيز اجمد من بتاع هاينز. طبعا انا هجرب الطريقه دي عشان لو الطريقه دي فعلا حقيقيه انتوا مش متخيلين الفرحه اللي انا هبقى فيها. المقادير اللي انا هستخدمها، هستخدم ثلاث بيضات، هاخد منهم البياض بس. بعد كده هحط عليهم ما يعادل معلقتين ليمون، وطبعا ده عشان زفرة البيض، واهم حاجة يا جماعة ان البيض يكون طازة. بعد كده ما يعادل معلقة خل، ما يعادل معلقتين ملح صغيرين، ما يعادل معلقة سكر صغيرة، وهشغل الخلاط على اقل حاجة. زي ما انتم شايفين لونه بقى ابيض، وهنشغل الخلاط ونبتدي ننزل عليه بشعرايه زيت، يعني شعره زيت كده لغايه ما يبتدي يتقل ويعمل قوام مع بعضيه. الافضل ان احنا نسيب الزيت قبلها بشويه في الثلاجه. زي ما انتم شايفين قوامه من جوه بقى تقيل جدا. دلوقتي هرجع الشفشق تاني، بصوا قوامه بقى عامل ازاي، وهحط عليه ما يعادل ربع كوبايه لبن عشان يخليه كريمي اكتر ويكون قوامه وطعمه احلى. بس كده، وزي ما انتم شايفين هو ده القوام بتاعه اللي احنا عايزينه. بعد كده هجيب بوله، ودلوقتي زي ما انتم شايفين لونه وقوامه حلوين جدا. دي بقى من عندي، هحط رشه فلفل اسود ورشة زعتر، طبعا عشان انا بحب الزعتر. وطبعا دلوقتي المفروض نحط المايونيز ده في التلاجة لمدة اسبوع، وطبعا هيتخزن في برطمان نظيف ويكون متعقم كويس جدا علشان يتخزن لمدة اسبوع في التلاجة. هنقله في البرطمان ده وبرطمان تاني، هنقلهم بقى على برطمانين بس في الاول. متحمس جدا ان انا ادوق المايونيز ده واشوف فعلا هل هو حتى دلوقتي قبل ما اسيبه في التلاجة هل فعلا طعمه زي بتاع هاينز ولا لا. دلوقتي طبعا هجيب تشيكن ستريبس او اي نوع تشيكن عندنا، ونبتدي ان احنا نغمس في المايونيز الجامد ده. بصوا يا جماعة عامل ازاي، شكله جامد جدا. دلوقتي هدوق واقول بسم الله. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ طبعا انا حاسس ان هو مش هيقعد معايا للاسبوع. طب خليني اقول لكم على حاجه يا جماعه، ده بالنسبه لي احسن صوص مايونيز انا اكلته في حياتي، واحسن بمراحل من بتاع هاينز. لازم تجربوا تعملوا مايونيز ده في البيت، سهل وسريع. اهم حاجه تتاكدوا ان البيض يكون صلاحيته جديده، والبطرمان اللي هتخزنوه فيه يكون متعقم كويس جدا. طبعا ده عشان صحتكم وعشان سلامتكم.